السلام عليكم مشاهدين ومتابعين قناة GIS4W. تهدف قناة GIS4W لنشر العلم والمعرفة في برامج الأرك GIS. درس بعنوان مفهوم نظم المعلومات الجغرافية. نظريا في هذا الدرس سيتم شرح تعريف نظم المعلومات الجغرافية كأداة وبرنامج وعلم ومكونات نظم المعلومات الجغرافية ونقطة القوة في داخل نظم المعلومات الجغرافية وهي المعلومات طبعا، وعندنا بيانات نظم المعلومات الجغرافية والتي تشكل المعلومات اللي هي المعلومات أو البيانات تكون على شكل راستر وفيكتور، وعندنا برامج الأرك جي أس والظواهر والطبقات وجداول البيانات. بداية تعريف نظم المعلومات الجغرافية كأداة، يعني مثلا احنا بنقدر نستخدم برنامج نظم المعلومات الجغرافية أو بالأخص الأرك ماب والأرك كتالوج مثلا كوسيلة لتحقيق هدف مطلوب. مثلا عندنا مواقع مدارس في منطقة أو مدينة معينة، بنقوم برسم هاي المدارس، بعدها بنضيف البيانات كعدد الطلاب وتصنيف المدرسة إعدادي ثانوي وغيرها من البيانات. هون احنا بنعتبر أو قمنا باستخدام نظم المعلومات الجغرافية كأداة. أما بالنسبة لبرامج أو برنامج الأرك ماب مثلا أو مجموعة البرامج، في عنا نظم المعلومات الجغرافية فيها مجموعة برامج باسم أرك جي أس، مثل أي حزمة برامج، زي مثلا برامج الأوفيس في عنا الوورد والإكسل والباوربوينت وغيرها. نفس الشيء الأرك جي أس في عنا مجموعة برامج. طبعا هاي البرامج بتهدف لجمع وتخزين وحفظ البيانات والظواهر الجغرافية وإجراء التحاليل المكانية والوصفية إلها وإخراج الخرائط لمساعدة أصحاب القرار باتخاذ قراراتهم بوقت وجهد أقل، طبعا لتطوير الأهداف من استخدام البرنامج أو البرامج. هذول البرامج في عندنا الأرك ماب، الأرك كتالوج، الأرك تول بوكس، والأرك جلوبال، والأرك سين أو الأرك جلوب. أما بالنسبة لتعريف نظم المعلومات الجغرافية كعلم، طبعا نظم المعلومات الجغرافية هو علم بحد ذاته والعلاقة مع الكثير من العلوم. مثلا عندنا علم الفيزياء بيهتم بالكتل والمواد أو المادة مثلا وحركتها، عندنا علم الكيمياء بيهتم بجزيئات المواد، وعندنا مثلا علم الأحياء بيهتم بأعضاء الجسم بهذا الشكل. عندنا علم الجغرافيا بيهتم في جمع وتخزين وحفظ البيانات والظواهر الجغرافية وإجراء التحاليل المكانية والوصفية لها. في عندنا الشكل بيعبر عن انه كيف علاقة نظم المعلومات الجغرافية بباقي العلوم، يعني مثلا نظم المعلومات الجغرافية لها علاقة بعلم الرياضيات والإحصاء، عندها أيضا علاقة بعلم الحاسوب. في عنا الجغرافيا اللي هو العلم اللي بيهتم في وصف الأرض مثلا، علم المساحة لعلم القياسات، في عنا أيضا علوم الصور الجوية والاستشعار عن بعد، والهندسة بكافة تخصصاتها وأفرعها، مدني معماري. أيضا في عنا علاقة بين نظم المعلومات الجغرافية والطب ومراكز المستشفيات والمرضى، أيضا ممكن نستفيد من تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية لمرضى معينين. وعنا أيضا العلوم الأمنية والعسكرية بشكل كبير مربوطة وإلها علاقة بنظم المعلومات الجغرافية. أما بالنسبة لمكونات نظم المعلومات الجغرافية، في عنا 6 مكونات لنظم المعلومات الجغرافية. عندنا أول إشي مثلا الأشخاص. الأشخاص المقصود فيهم مثلا عندنا مدير دائرة نظم معلومات جغرافية، مثلا ممكن يكون في مشرف قواعد بيانات، فني خرائط، مدخلين بيانات، مهندسين مساحة، مساحين وغيرها تحت مسمى أشخاص. أما بالنسبة للبرامج، البرامج يعني البرامج اللي بننزلها على الحاسوب، زي مثلا برامج الأرك جي أس، برامج الأوفيس، الأوتوكاد، السيفل 3D مثلا وغيرها من البرامج. وفي عنا أجهزة أو أجهزة حاسوب ومرفقات، المقصود فيها يعني جهاز الكمبيوتر أو الحاسوب الآلي، بالإضافة إلى مثلا ماسح ضوئي، عمل سكانر، الماوس، لوحة المفاتيح وغيرها من الأجهزة المربوطة في أجهزة الحاسوب. في عنا أيضا بالنسبة لأجهزة التخزين، في عنا وحدات خارجية وداخلية. داخلية مثل الفلاش، السي دي، القرص الصلب، الاتش اش دي، الاس اس دي،
وأما بالنسبة للخارجية، حفظ البيانات أو الظواهر اللي بتم تخزينها عن طريق السيرفرات أيضا، لما نكون في شركة أو في وزارة أو في مؤسسة حكومية أو مؤسسة ضخمة أو كبيرة، بلزم التخزين على السيرفرات. الجيو داتابيس كونكشن مثلا تكون مربوطة في السيرفر. أما بالنسبة للإجراءات والخطط، هذا مكون مهم في نظم معلومات الجغرافية، اللي هي يعني بيتم وضع جدولة للخطط والإجراءات كيف تصير عملية الشغل والعمل في برامج الـ RJS. طبعا هاي كلها بتؤدي لإشي اسمه Quality Control، يعني ضبط الجودة، وهي شغلة مهمة. يعني احنا ممكن يكون في عنا بيانات مثلا مش مضبوطة أو جيدة، فإحنا بنقوم بوضع خطة عشان تصير هاي البيانات ممتازة. أما بالنسبة للبيانات، في عنا بيانات مكانية وبيانات وصفية. في عنا نقطة القوة، يعني في إشي بيميز نظم المعلومات الجغرافية عن غيرها من المعلومات ونظم المعلومات الأخرى. عندنا المعلومات، شو المقصود فيها هاي الجملة؟ فإن تقوم برامج نظم المعلومات الجغرافية الـ ArcGIS بالربط بين الخارطة والمعلومات. يعني إحنا الجميع لما نعرف أي خارطة ورقية أو إلكترونية بتكون صماء، يعني بس مجرد عرض نتفرج بنعرف مثلا هون في إشي مباني، هون في مثلا مدن معينة، ارتفاعات معينة، عدد سكان معين. أما لما نيجي نربط المعلومات على الخارطة الصماء، هون بصير عندنا خارطة جي أي أس. مثلا عندنا إحنا البيانات أو المعلومات، شو الفرق أو شو مصطلح البيانات والمعلومات؟ البيانات مثلا عندنا اسم مدرسة، هذا يعتبر بيان أو نوع من أي أنواع البيانات. عدد الطلاب أيضا نوع من أنواع البيانات. عدد الصفوف نفس الإشي نوع من أنواع البيانات. هلا مجموع البيانات بعطينا معلومات، هذا المقصود بمصطلح معلومات. ان الجي اس بشكل عام او بنقطة قوة الجي اس يساوي ماب زائد اي تي، خارطة صماء بنضيف لها معلومات. ان خارطة تفاعلية، بعد ما يصير عندنا دمج للماب والاي تي بصير عندنا خارطة تفاعلية وخارطة جي اي اس. خلونا ننتقل سريعا على الارك ماب. عندنا هون، أو عفوا قبل الأرك ماب، عندنا هون خارطة مباني. نشوف مفتاح الخارطة ببين عندنا طرق، تصنيف طرق، تصنيف مباني، وحد المنطقة معينة. هاي خارطة صماء. أيضا عندنا هاي الخارطة، خارطة صماء بتوضح لنا دولة فلسطين وحدودها مع الدول المجاورة وارتفاعات المدن الفلسطينية. أما بالنسبة لخارطة الـ GIS أو الماب زائد الـ IT من خلال برنامج الـ Arc Map، عنا هون مثلا مباني، هون في عنا صورة جوية، في عنا شوارع مربوط عليهم البيانات. احنا هون في الخارطة فقط شهدنا معلومات على الخارطة بشكل نظري، أما في الـ ArcGIS عندنا مثلا نقدر من خلال أداة الاستعلام بين انه احنا هون في بناء. في الخارطة العادية بنشوف فقط شكل اشي مكاني، يعني بيانات مكانية لبناء معين، اما من خلال الـ ArcGIS اي اجانا معلومات انه هذا المبنى مش فقط رسمة مكانية، بل الها اي تي، الها بيانات ومعلومات. عندنا مثلا عدد السكان 46، عدد الطوابق 8 طوابق، طوابق فوق الأرض، طوابق تحت الأرض، حالة البناء، استخدام البناء سكني مثلا. هذا بشكل عام شو المقصود في الـ IT زائد GIS أو زائد ماب. بالنسبة للتفاعل، التفاعل إن إحنا بنقدر نتحكم بالخارطة، بنروح بنيجي، بنستعلم عن شارع معينة، بنعدل داتا، بنرسم داتا جديدة، بنشوف ظواهر العدد، إحصائيات لهاي الظواهر، وإجراء تحاليل ومعالجات جغرافية جيوبروسيسنج مثلا، وغيرها من هذه الأمور التفاعلية. بنفس الوقت إحنا بنقدر نعمل بابليك لهدول الطبقات أو الظواهر، وإنه الناس أو العامة
بيقدروا يتفاعلوا مع هدول الخرائط. طبعا جميع هدول التفاعلات بتؤدي إلى دعم أصحاب القرار. منها إحنا عرفنا إنه في مباني معينة، عدد طوابق معين، نقدر نعمل تحاليل وخرائط بتساعد أصحاب القرار باتخاذ قراراتهم. ننتقل للجزء الآخر اللي هو البيانات. يعني نظم المعلومات الجغرافية بتكون من عدة بيانات. في عنا بشكل مختصر مثلا عنا إحنا هون منطقة معينة فيها طبقات معينة، نقدر نمثلها بشكل فيكتور بشكل راستر. شو المقصود بالفيكتور؟ الفيكتور اللي هي بتمثل من خلال نقطة وخط ومساحة، أما الراستر من خلال حجم الخلايا، بيعتمد على حجم الخلية. عندنا هون مثلا نهر، هي رسمناه نهر. عندنا هون مثلا شجر معين كمساحة مرسوم. وعندنا الراستر من خلال حجم الخلايا، هي رقم واحد رقم اثنين وهكذا. بالإضافة لبيانات الراستر كثيرة، ممكن يكون عندنا مثلا نموذج ارتفاعات رقمي ببين الارتفاعات لمنطقة معينة، وفي عندنا صورة جوية، كلهم تحت مسمى راستر. برامج الارك جي اس، في عندنا نبدأ من خلال الارك كتالوج، اللي هو يعني بيتم إدارة ملفات من خلال إنشاء وإضافة كافة الملفات المتعلقة في برامج الجي اي اس أو الارك جي اس. يعني مثلا احنا بنقدر نعمل فولدر جديد، نعمل جيو داتا بيس، نعمل داتا سيت، نعمل فيتشر كلاس اللي هي يعني الطبقة، أو مثلا شيب فايل اللي بتكون خارج الجيو داتا بيس. وأيضا في عندنا الارك ماب اللي هو بيتم العمل عليه من خلال عرض ورسم الظواهر الجغرافية وإدخال البيانات إليها، وبالنهاية بنؤدي لتنسيق خرائط وإخراج خرائط من خلال الارك ماب. أما الارك تول بوكس، بعد ما نجهز داتا معينة احنا بنقوم بتحليل هاي البيانات ونعملها أيضا معالجات جغرافية جيو بروسيسنج. وفي عندنا طبعا ممكن نعمل تحليل ومعالجة لبيانات مكانية وبيانات وصفية جداول، أو مكانية وصفية مع بعض. أما الأرك جلوب اللي هو عرض البيانات ثلاثية الأبعاد، والأرك سين اللي هو العرض التفاعل المتحرك للبيانات. عندنا أيضا مثل ما في عندنا هون أرك ماب، في عنا ارك جلوب. عنا الارك جلوب مثلا فتحناه، بنقدر نضيف طبقة معينة تظهر لنا بهذا الشكل. عنا ضفنا بيانات معينة بنقدر نتفاعل معها، ثلاثية الابعاد وغيرها. ننتقل للجزئية اللي بتخص الظواهر والطبقات وجداول البيانات. مصطلح فيتشرز، شو المقصود فيه؟ مقصود فيه الظواهر الجغرافية التي بتكون منها الطبقة. وعندنا اللايرز، الطبقات اللي بتتكون او بتكون البيانات الجغرافية سواء كانت فيكتور او راستر او تيبل. وعندنا الاتريبيوتس تيبل، جداول البيانات للظواهر. نشرحهم بشكل عملي. اول اشي الفيتشرز، جميع اللي بنلاحظهم احنا، هذا نسكر الصورة الجوية، هذا يعتبر فيتشر، هذا فيتشر وهذا فيتشر، والنقطة هاي الشجرة برضو فيتشر، والشارع مثلا نفس الاشي. هذول هم الفيتشرز اللي هم، لو نفتح احنا الاتريبيوت تيبل عندنا 274 بناء او 274 ظاهرة جغرافية اللي هي بتمثل المباني. عندنا اللايرز، شو المقصود باللايرز؟ انتبهنا على التيبل اوف كونتنتس في اشي اسمه لايرز، وتحتيه الطبقات اللي احنا بنضيفها من خلال الاد داتا، هاي الايقونة بنضيف داتا معينة راستر او فيكتور او جداول، ايضا ممكن احنا نضيف جدول معين او مثلا جدول اكسل نحوله لتيبل ونضيفه على الارك ماب. هذا المقصود في الفيتشرز، الظواهر واللايرات او اللايرز. وايضا الاتريبيوت تيبل، انه احنا بنفتح رايت كليك على الطبقة، نعمل
وبين Attribute Table بنشاهد جميع الظواهر مع الداتا، 4 طوابق 6 طوابق. نفس الاشي برضه تصنيف الطرق، مثلا انها هون تصنيف النوع ألف وباء وجيم ودال وهاء، وعندنا عرض الشارع، جميعهم نقدر نعرفه من خلال الـ Attribute Table. إعداد وتقديم المطور والباحث في نظم المعلومات الجغرافية حسام الجعبة، رام الله فلسطين. أشكركم على المشاهدة وأتمنى لكم الاستفادة من الشروحات النظرية، والسلام عليكم. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حاب يتعلم على الـ RGS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه، وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم.